لكن تعلم تعلم. وانا بقول لك يعني اخر دليل انه لو كان المدرسه دي كانت ناجحه كانت تكمل دلوقتي. طيب في عندنا حفيده، يعني في الشيخ عنتر لابن اسمه سمير، شرف ان انا اسمي على اسم سمير، انا اول مره بصراحه ما عمري ما سمعت للشيخ سمير، لكن وقع في ايدي زي ما بعت لي احمد حلمي، بعت لي الشيخ اسمه هشام سمير عنتر، قلت ماشي يعني اسمع، لقيت والله يعني ما لم يكن في الحسبان، ما لم يكن في الحسبان، لقيت حاجة غريبة قوي، قلت أشارككم معايا. هو الشخص ده المصور له الأسماء لسه قوي، هذه المصور سمعتها سين، لا الأسماء الحسنى، لا أنت عارف ده تقليل ولا ده إمالة. يسبح ماشي، الأرض حلوة والقفلة حلوة جميلة يا عم الشيخ هشام. لسه بنقول يا هادي، لا تقول لك ايه هو الله طب يا جماعة ازاي ده مخرج ايه؟ هو الله الذي، ما تقول يا عم هو الله الذي، يعني انت جدك الله يرحمه ويحسن اليه مش عارف كان بيخرجها بناء على ايه؟ طب انت لما تيجي تتعلم انت ما درستش على ايد حد؟ يعني يا شيخ هشام ربنا يحميك ويحفظك، انت بالمنظر ده انت عار على التلاوة، في خلفان في الصوت، تظهر ان في خلفان في الصوت. له هو السكت فين؟ على ال ولا على الهمزة؟ طب فين التقليل طالما انت بتقرأ لحمزة؟ فين التقليل؟ قصدي فين الإمالة؟ اللي ما احنا عارفين انت بتقرا الحمزه ولا الخلف ولا الخلاد ولا الورش ولا بتقرا لمين؟ انت مش عارف ما شاء الله بقى لك ده بتقرا، اظن قاعد شغال اخذ نفس بقى، بقول لك ما شاء الله عيله ايه نفيسه، وعزه كبير يعني، شوف عزه كبير زي ده، طيب انا مش فاهم. طب وايه دخل الله اكبر في الموضوع؟ المفروض الله اكبر دي بتتقال بعدها صور صغيرة. دي مش صور صغيرة، دي صورة كبيرة. ايه انا مش فاهم، انا مش عايز اقول فين النقابة، لان النقابة مش حاجة يا اخي، فين مفيش حد قدامك كده يقول لك فوق يا ابني انت بتعمل ايه؟ طبعا بيقلد حركه جده، وحتى يعني فين الطاقيه؟ البس حتى يا اخي طاقيه بيضه، بلاش لازم كاكولا، ده زي ما يكون كان صاحي من النوم عزمه عليه قالوا له تعالى عشان خاطر يا شيخ هشام اقرا. هوب ما جابهاش، بس هيجيبها دلوقتي. فين يعني حتى انت بتاخد نفس ومش عارف تجيب الغنه، يعني انت بتضيع الغنه، يعني انت مش كفاية، انت بتاخد نفس مالكش حجه يا عم هشام، ايه يا عم اتش؟ ومش عايز يجيبها ليه؟ ايه المزيكا الحلوه دي يا عم هشام؟ ده انت بتطربني يا عم هشام. هوب
جابها جابها ده. ايه يا دي اللي انا منتظرها يا عم هشام، الله يرضى عنيك يا عم هشام. يعني انا بتهيألي يا هشام، انا لو انا قاعد في العزا ده والله كنت قمت، يعني اقول ايه بس، كنت قمت يعني اقول لك ايه بس، شدتك كده وقلت لك واقول لك روح يا هشام كمل بيتنا كمان، عامل كارت كمان يا عم هشام. فضلت القارئ هشام قارئ اذاعات جمهوريه مصر العربيه وعضو نقابه القراء. ده انا كده اديني النقابه، يعني انا اخد الصوره دي وانزلها على الفيسبوك وافضح النقابه. اي نقابه؟ ضماد في الغربيه، ده رقم التليفون. انا ادين والله النقابه على كده. يا سيدي انت هشام عايز والله عايز تفوق. طب واحد يقول لي، واحد يقول لي طب ما هو سنه صغير، سنه صغير يعني ايه؟ انا في ناس اصغر منه والله، واساتذه في الانغام والاحكام. انا مش هلوم هشام، لا انا لوم ابوه. ايه يا سمره؟ ايه يا عم الشيخ سمير؟ انت ازاي يعني انت مش عارف انت قارئ يا عم الشيخ سمير؟ انا والله يا عم الشيخ سمير ما سمعت صوتك لحد دلوقتي، بس انا اتوقع يعني ذريه بعضها من بعض. لكن بالمنظر ده يا عم الشيخ سمير انت كده بتسيء للقران، وتخليهم ياخدوا فكره وحشه عننا، يقول لك شوف بيطلع يتفزلكوا. وانت كونك سامح لي يا شيخ سمير كده، فانت بتهدي مدرسه ابوك الله يرحمه. كان في زلات او اخطاء لكن ما تجيبش ابنك يعكها اكتر، يعكهك يخربها اكتر. ما تقول لي السن، لان انا عارف حد هيطلع يقول لي هو لسه صغير. لسه صغير ايه يا عم الحاج؟ طب امال احمد السيد الغطاني يعمل ايه بقى؟ ده ايه ده؟ احمد السيد الغطاني اصغر منه اعتقد. احمد السيد الغطاني انا بتفرج، كنت بتفرج عليه مره كده في قناه الفجر اللي هي المسابقه بتاعت مداح النبي، بالصدفه والله لقيته داخل ويقول أداء رهيب، واد شارب الصنعة.